السلام عليكم ورحمة الله. في الوقت الراهن ليس واضحا بالضبط وليس معلنا على وجه الدقة من سيكون رئيس الجمهورية المصرية القادم، لكننا قبل أيام وربما قبل أسابيع من تصويت على الانتخابات نعرف جيدا من سيكون رئيس مصر القادم، وبالتالي هذا يفتح الباب لطرح عديد من الأسئلة عن المستقبل، لأنه حتى الرئيس المفترض عبد الفتاح السيسي تكلم في تصريحات كثيرة في الفترة الماضية، ومعظمها كان إما مع نخبة من الموالين إذا جاز التعبير، أو من خلال كلمات خضعت للتصفية والفلترة والمراجعة، ولكن حينما ينتخب رئيسا فهنا سيكون في مواجهة الرأي العام مباشرة، وفي هذه الحالة فيكون من حقنا أن نسأل عن وجهته وإلى أين هو يتجه والمسار الذي سوف ينتهجه. ولكن أظن أنه قبل أن نطرح أسئلة عن المستقبل ربما كان من المفيد أن نتحدث عن الأرض التي يقف عليها المشير السيسي أو الرئيس السيسي في الوقت الراهن. وإذا جاز لي أن ألخص فقد أقول أنه بيقف على لحظة تاريخية بتعاني فيها مصر من التأزم السياسي والاقتصادي، وأظن أنه في تاريخها الحديث لم تمر مصر بحالة من التأزم بهذه الدرجة من العمق، فضلا على أنه يقترن التأزم السياسي بالاقتصادي هذا أيضا لم يحدث بهذه الدرجة أو على هذه الشاكلة في مراحل تاريخية في حدود ما نعرف على الأقل. إذن حينما نقول أنه في أزمة سياسية وفي أزمة اقتصادية، ربما كان مفيد أن نعدد ما هي معالم أو عناوين هذه الأزمة. على الصعيد السياسي بنجد في مظاهر متعددة، منها مثلا ضمور الأحزاب السياسية و ظهور ما يمكن أن يسمى بالعقم السياسي، بدليل أنه الانتخابات لم يتيسر أو لم القوى السياسية أو الحالة السياسية في مصر عجزت عن أن تقدم مرشحا يلقى قبولا من الرأي العام وممكن أن يكون منفسا ومعبرا عن رؤية سياسية واضحة، وخصوصا كما هو معلوم المشير السيسي ليست له على الأقل فيما هو معلن ليس له حضور سياسي نعرفه، ربما كان له نشاط له خبرات معلومات، لكن في ساحة العمل العام لم نره ولم نعرفه من قبل، وبالتالي نحن نحتاج أن نكتشفه. القوى السياسية غائبة، وبالتالي ما الانتخابات كانت بالمشهد التي كان أقرب الاستفتاء منه إلى الفرز والتصويت. الحاجة الأخرى تمثلت في غياب مؤسسات الدولة المستقلة التي يمكن أن تكون شريكة في القرار أو مراقبة له أو على الأقل محصنة ضد ضغوط الأهواء السياسية. أيضا من مظاهر السلطة الأزمة السياسية تغول السلطة المركزية وإهدار فكرة الفصل بين السلطات وهيمنة المؤسسة الأمنية وإطلاق يدها إما بالقانون أو بممارسات تعلو بها فوق القانون. ثم نجد أيضا من مظاهر الأزمة أننا تقريبا فرغنا الممارسة الديمقراطية من مضمونها وحولناها من وظيفة تؤدى في المشاركة والمساءلة وهو إلى آخره والتداول إلى هياكل موجودة تعبر عن شيء في الديمقراطية ولكن لا تعكس الوظيفة الديمقراطية، مثلا المجلس القومي لحقوق الإنسان وجدنا أنه كان
حاميا للداخلية أكثر من حمايته لحقوق الإنسان. طبعا ترتب على هذا أيضا هذه الأجواء أنه منظمات المجتمع المدني أو ما يسمى بالقوى المدنية كان من الطبيعي أن تهمش في ظل قانون مثل قانون التظاهر الذي لا يسمح للمجتمع حتى بالمظاهرة السلمية إلا بإذن من الداخلية، أو في ظل قانون الجديد أو مشروع القانون الجديد عن تنظيم الحياة السياسية والأداء اللي هو بشكل البرلمان المفترض اللي سيكون منه 80% فردي أفراد يرشحون أنفسهم و 20% فقط من القوائم، الأمر الذي يهمش كثيرا دور القوى السياسية المختلفة. ده بشكل عام مظاهر الأزمة السياسية التي تضغط على القرار السياسي. وأنا لم أتحدث هنا عن الارتباطات السياسية والتحالفات الاستراتيجية الخارجية، ولكن بنحكي عن الداخل فقط. الأزمة الاقتصادية أظن أنه من القضايا التي هي أكثر وضوحا في مصر، بحيث أنه على الأقل بنجد لها مادة بنعتبرها مادة يومية في وسائل الإعلام المصرية، بتتحدث عن مصانع المعطلة والبطالة والغلاء والأعباء المعيشية والسياحة أو الفنادق اللي أصبحت خرائب مهجورة والبواخر التي معطلة التي تم تسريح العاملين فيها. يعني هذه مسائل يستطيع أن يرسلها واحد لا يحتاج إلى خبير اقتصادي لكي يتحدث عنها. ده إضافة طبعا إلى كلام الاقتصاديين عن تراجع معدلات الادخار والاستثمار والنمو الاقتصادي وإلى آخره، والدين الداخلي والدين الخارجي. هذه من الأشياء التي يستطيع أي مواطن أن يلمسها، وتعكس مدى العمق الذي الكامن في الشق الاقتصادي، وكيف أنه هو بيعقد حياة الناس ويمثل عبء شديد وتحدي لا يستهان به بالنسبة للرئيس الجديد. يعنينا من هذا الموضوع شيء من المهم أن ننتبه لي، وهو في ظل وطأة الضغط الاقتصادي ازداد الاعتماد المصري على الخارج، سواء خصوصا في واردات، والواردات التي تتميز تتوزع بين الأغذية إلى واردات الطاقة والنفط إلى أنه الاستثمار الذي يشكل أحد روافد الإنعاش الاقتصادي. وفي كلام كثير في الأرقام لا أستطيع أنه لا هناك مجال لتفصيل فيها في كيف تم تراجع الاقتصاد وكيف ازداد معدلات الاعتماد الخارجي، وده طبعا أدى إلى تراجع تصنيف الائتمان لمصر وخفضوه 16 مرة في التصنيفات الدولية، وده أدى إلى إدراج مصر ضمن الدول عالية المخاطر المعرضة للتعثر أو العجز أو عدم الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية. الخلاصة باختصار شديد أنه الأزمة الاقتصادية ستكون العنصر الحاكم في سياسة الرئيس القادم. نتحدث عن بلد فيه 90 مليون ولهم احتياجات متزايدة، احتياجات ومتطلعات أيضا أطلقتها الثورة ورفعت سقفها بحيث أنه كل واحد تصور أن الثورة ستمثل نقلة مهمة في حياته. وبالتالي لاحظنا بهذه المناسبة أنه ما تسرب أو الشق الذي تسرب من برنامج المشير السيسي في الفترة الماضية
قال كلاما محددا بعض الشيء عن الاقتصاد، وقال كلاما إنشائيا وبسيطا على موضوع الحريات والديمقراطية. في الشق الاقتصادي اللي هو مهم وبعتبره شيء حاكم في المرحلة المقبلة أو في فترة الرئاسة القادمة، هنلاحظ أنه في حقيقة الأمر أن الاقتصاد مقدم على السياسة. سنلاحظ أيضا أنه الدولة متجهة بسياسة الاقتصاد الحر والسوق المفتوحة أو ما يسمى بالليبرالية الاقتصادية الجديدة. بهذا الشكل إذا صح هذا التحليل فهو يعني أننا من الناحية الاقتصادية بنمضي في مسار هو أقرب لأن يكون امتدادا لسياسة مرحلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بمعنى التركيز إهمال السياسة، ثانيا الاعتماد على السوق الحر، ثالثا والاعتماد أيضا على الاستيراد من الخارج. بنلاحظ أيضا أنه هذا التوجه فكرة الإنعاش الاقتصادي وتراجع الاهتمام بالسياسة بما هو سياسي إلى حد كبير بيتوافق مع سياسات الدول الخليجية المتحالفة مع مصر في على الأقل في الفترة الأخيرة، والتي بتتحمل قسط لا يستهان به في دعم الاقتصاد المصري. وكان شائعا في أوساط المثقفين والخبراء أنه هذه الدول وخصوصا السعودية والإمارات والكويت قدمت إلى مصر 12 مليار دولار في الأشهر الماضية. والمشير السيسي قال في حديث في أكثر من حديث في الآونة الأخيرة أنهم تجاوزوا 20 مليار دولار، وده رقم كبير للغاية. ويعني أنا بأنوه إليه لأنه له تأثير مهم فيما نطرحه من أسئلة بالنسبة للمستقبل. إذا وجدنا أنه في السياسة الاقتصادية هي أقرب ما تكون إلى سياسة مبارك، وأيضا بنلاحظ أنه السياسة الأمنية تعد أيضا امتداد لعصر مبارك، فلا غرابة في أن نستنتج أننا بصدد تحول من الممكن أن يؤدي أو يمثل عودة لمنظومة المرحلة المباركية بالدرجة الأولى. في تصريحات المشير السيسي تحدث على أنه ليس مدينا بأي فواتير لأحد، وده مظبوط، ولكن هذا ينسحب على الداخل بالدرجة الأولى وليس ينسحب على الخارج. لماذا؟ لأنه إذا قلنا أو إذا اتفقنا على أنه مصر في الفترة الماضية وفيما هو مرئي بالمرحلة المقبلة سيزداد اعتمادها على الخارج، فهنا سيثور السؤال ما هي الفواتير الخارجية؟ بكلام أكثر وضوحا، إذا كنا بنرى أو بنعتبر أنه المبنى الرئيسي للمرحلة القادمة كما كان في المرحلة السابقة هو الدول الخليجية، وبالتالي داي يجعلنا نتساءل عن الفواتير أو الاستحقاقات التي يفترض أن تؤديها مصر لهذه الدول لقاء ما قدمته من دعم كبير تشكر عليه بطبيعة الحال، ولكنه أيضا يستدعي السؤال الكبير عن ما هي الفاتورة. وأنا لا أظن أنه يعيب أي دولة أن تقدم مساعدات وتتوقع فاتورة أو مقابل، لأنه بصراحة الدول لا تقدم مساعدات بهذا الحجم الكبير لوجه الله.
بدليل في التجربة المصرية أن هذه الدول التي ضخت هذه المبالغ الكبيرة المالية الكبيرة هي ذاتها التي حجبتها في مرحلة سابقة وكانت سخية في تقديمها في المحرة هنا، الأمر الذي يعني أنها كانت رافضة للسياسات أو متحفظة إزاء سياسات ومتحمسة وداعمة لسياسات أخرى، وهذا جزء من المقابل. أيضا إذا إن شئنا مزيدا من المصارحة، فينبغي أن نحن نقرر أو نعترف بأنه الدول الخليجية التي توفرت لها فوائد مالية كبيرة في السنوات الأخيرة تطلعت إلى القيام بدور في المحيط العربي، خصوصا في ظل الانكفاء الذي عانت مصر منه مصر، وفي ظل التدمير الذي عانت منه العراق، وإزاء المحنة الكبرى التي يعيش فيها الشعب السوري حينما أعلن النظام السوري حربه على شعبه. هذه الملابسات أحدثت فراغا تطلعت فيه الدول الخليجية إلى أن تؤدي أدوارا تملأ به الفراغ وتؤثر في السياسات، مؤيدة في ذلك بقدرات مالية عالية. واضح أنه إحنا لا نتكلم عن مجرد استنتاج أو تخمين، لأنه في التجربة في السنوات الأخيرة على الأقل الثلاث الأخيرة أنه هذه الدول تطلعت إلى أن تؤدي أدوار متعددة، وهي تؤديها في عدة بلدان، خصوصا بلدان التي تأثرت برياح الربيع العربي. النقطة الأخيرة أن هذه الدول باندفاعها في نحو مساندة النظام الاقتصادي والسياسة المصرية أرادت أن تحسن وأن تؤمن سياستها الداخلية، ببساطة لأنه لا تريد لهذه الرياح أن تحدث أصداء في الداخل في أوضاع ارتضتها أو فرضتها، وتريد أن تحجب شرارات هذا الربيع العربي أو رذاذ هذا الربيع العربي أن يؤثر على داخله. يعني هذه الخلفية قد تقودنا إلى استنتاج، وهو مجرد استنتاج، خلاصته أنه احنا اعتدنا، مصر الدولة اعتادت أن تؤثر في العقود السابقة على عديد من الساحات العربية وخصوصا منطقة الخليج، وربما هذا يدفعنا إلى التساؤل عما إذا كنا بصدد الإقدام على مرحلة يمكن أن تكون فيها دول الخليج مؤثرة على الأوضاع في مصر، وليس العكس كما كان الحاصل في الماضي. أيضا على قبيل التساؤل يمكن أن نطرح سؤال آخر، إنه هل يمكن أن تكون السياسات الخارجية الخليجية مؤثرة على سقف وهامش حركة السياسة المصرية في الرئاسة القادمة أم لا؟ بكلام آخر، إنه مثلا إذا كانت في مطالب في مصر بإلغاء قانون التظاهر وإطلاق حرية التظاهر وإطلاق الحياة السياسية وفتح هامش الحريات وتأكيد رفع سقف الديمقراطية لتأكيد حقوق المشاركة والمساءلة للسلطة، فهل يمكن أن يكون تحديد هذا السقف أو عدم المبالغة في طرح هذه المطالب
من ضمن الفواتير التي يتعين سدادها في المرحلة الرئاسة المقبلة. ولهذا بعتقد أنه إذا كان لنا أسئلة كثيرة مطروحة، فهذا السؤال عن تأثير الدعم الخليجي على سقف الحياة السياسية المصرية يظل سؤالا مركزيا، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي بل أيضا على الصعيد السياسي. وأنا أقول بأمانة وبصدق، أنا لدي احترام شديد لخصوصية الأوضاع في الخليج، وليس لي أن أتكلم في شأنها، ولكن أنا إلى جانب هذا الاحترام عندي أمل أو حلم أنه هذا البلد الذي هو مصر يستعيد عافيته ويستعيد قدرته الاقتصادية ويستطيع أن يتقدم وهو بقامته وماشيا على قدميه، ولا نريد له أن يبقى في غرفة إنعاش يعيش على المحاليل ولا المعونات، لأنه هذا ما لا نتمناه لمصر. وأظن أن هذا تحدي نرجو أن يستطيع الرئيس السيسي في مرحلة القادمة أن يواجهه بشجاعة وأن ينتصر فيه. تصبحوا على خير.